محتار كتير. الحيرة مجنناكم هنا، زي ما بقولكم عندكم اختيارات كتير، أو في حد يعني عارض عليكم عروض، إغراءات، أي شيء بقى لتحسين وضعكم، وإنتوا في حيرة من أمركم ومش عارفين تعملوا إيه. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أمشي إزاي، أنا مش عارف أروح هنا ولا هنا، طب إيه القرار اللي ممكن أخده؟ إنتوا في الطاقة دي حبايبي، في فرص جديدة بإذن الله داخلة عليكم، في تغيرات كبيرة وسعيدة ربنا هيحطها في حياتك بفضل رفع إيدك للسما ودعواتك. إنت بتدعي وبسبب دعائك ده وضعك هيتحسن، فقط انتظر. إنت يمكن مش متحمل، مش قادر تتحمل أكتر من كده، وكأنك خلاص بتخرج عن صمتك وبتقول الشيء اللي في قلبك، بس الانتظار يعني ساعات بيكون مفتاح لأشياء كتير. بلاش إنك تتعجل.